فاز ممدوح السبيعي أو بيج رامي بلقب مستر أولمبيا لعام 2021، ده بعد ما حصد المركز الأول في منافسات نهائي البطولة واللي أقيمت النهاردة الصبح. ورامي قال عقب تسلمه الجائزة مباشرة: سعيد للغاية بحصد اللقب الغالي للمرة الثانية على التوالي، أشكر عائلتي وأصدقائي ممن رافقوني معي إلى هنا، وكافة الشعب المصري على الدعم الذي لم يتوقف للحظة. أعدكم بالمزيد في الفترة القادمة إن شاء الله.